ازيك عاملين ايه؟ انا اسمي نسرين ناصر من فرقه الطبخ. جايلي سؤال من محمد من البحرين، بيقول لي هل تتقنين اعداد الاكل الخليجي واي اكله بتحبي؟ بصي يا محمد، الصراحه ما جربتش اطبخ خليجي قبل كده، بس اكتر اكله خليجيه بحبها هي المندي. ما تنسوش تتابعوا كل فيديوهاتي على اليوتيوب، لان كل ما المشاهده بتزيد كل ما فرصتي بتزيد في الفوز اكتر.